السلام عليكم، معكم عبد الرحيم تلميذ ديال السيونس فيزيك الثانية باك. اليوم النهار الاخر الوطني، من بعد واحد يومين تجاحين حطوا لنا واحد الوطني ساهل، من بعد ما جابوا لنا واحد الفيزيك اللي صعيبة بزاف والمطر بحالها عاوتاني. اليوم عاد رجع لنا الامل في النجاح، كنا صافي كنقولوا كنستناو راه طراباج صافي. اليوم فرحونا فلسفة عاوتانية 2008 و 2007 هما كيحطوا الوضع البشري، هاد العام ما حطوش، حنا غاديين وصافي. الامتحان اليوم هو اللي داز مزيان، اما اللي بقى كلشي كل عام كيقمعوا فينا، اللي كتقول طيح ما كطيحش. هاد الامتحان ديال اليوم داز مزيان. شنو رسالتك للتلاميذ اللي ما يراجعوا الدروس ديالهم ويبريباريو مزيان، ولا ما جابش في الدوره العاديه ان شاء الله راه طراباج حتى هو ماشي مشكل. المهم بنادم يوجد مزيان ويخليه على الله وصافي. اليوم جوزنا اخر امتحان كان عندنا ديال الاس بي تي، طاح شويه سهل يعني، المهم اللي فاهم غيجاوب. بالنسبه للامتحانات اللي فاتوا الفيزيك والمط طاحوا صعابين، ما يعني ما قدرناش نجاوبوا. المشكله انا اللي خصني نعرف علاش مثلا كنشوف الناس بريف كيجوزوا معنا كيدخلوا الامتحان كيجاوبنيش انا، بحال اللي سبق له خدمه، ولكن حنا الناس اللي كيقراو في العمومي ما كي يعني كتجبر اجبار صعوبه بزاف في الامتحان. واش زعما هما في المدارس بريفي كيخدموا يعني كيخدموا سابقا هاد الامتحانات نفس المنهجيه وداك الشيء، اولا ما عرفتش، هذا هو السؤال اللي بغيت نعرف. واذا كانوا كيخدموا علاش زعما بريفي كيعطيوهم يعني نموذج تقريبي وحنايا لا؟ واش حيت زعما حنا كنقراو في الزمان مع الناشي، ولا حيت هما زعما عندهم فلوس عندهم كل شيء قريب صافي؟ هذا هو السؤال اللي كان عندي. معكم عبد العزيز من دراسة جابر من حيان. الامتحان اليوم هاد الاخر نهار الاخر في الامتحان الاس بي تي جا ساهل، الامتحانات اخرين صعبوا لينا في الماط والفيزيك صافي. الماط والفيزيك جاو صعابين، الفلسفة غادي ساهلين، معامل جوج زايدين ناقصين، وهذا اخر نهار وقيله من الدراسة هادي. السلام عليكم، اليوم دوزنا امتحان ديال الاس اي، كان شوية كان صافا باغابوغ داكشي اللي دوزنا البارح، ونهار ديال الاول ديال الفيزيك. الفيزيك كان شويه صعيب، ماشي بحال السنوات اللي قبل طيحوا انا شويه صعيب. المط كانوا كومبلكس طاح صعيب، ماشي بحال السنوات اللي قبل. و اس اي كان شويه داكشي قريناه، داكشي كامل خدمناه وصافي الحمد لله. دابا كنبقاو نتمناو شي نقطه مزيانه وخدمنا حنا اللي لينا اللي باقي على الله وصافي. شكرا. نقطه مزيانه، شنو كتفكر تعمل المستقبل؟ ودابا تنشوفوا النقاط وان شاء الله نفكروا فيما بعد شنو غيوقع. لانجينيوري ان شاء الله. السلام عليكم، اجواء مزيانه الحمد لله، واخا الماط والفيزيك شويه كانوا صعابين، ولكن الحمد لله الاخرانيين شوي كاين شويه ديال الخوف، كاين شويه هذا. وشكرا للناس اللي وقفوا معنا اليوم والاساتذه. كيف كانت الماده ساهله اليوم؟ اليوم كان الاس اي والحمد لله مزيان، ماشي صعيب ماشي سهل. المهم يعني لي بريبارا كيجاوب، لي بريبارا كيجاوب في الاس اي، ما عنده فين يصعبوا في الاس اي، ماشي هادشي ما كان. ايوا السلام عليكم، حنا كنا سيونس مات، دوزنا صراحه اليوم امتحان مزيان، كان سهل في المتناول للجميع، ولكن الامتحان الفيزيك يخلي واحد الاثر كبير علينا، حيت كان امتحان صعيب ماشي مره في المتناول. ومساكن سيونس فيزيك كانوا صعبوا عليهم حتى في المات. بالنسبه للفلسفه كاملين بنا تصدمنا ما طاحش الوضع البشري، كنا كنستناو الوضع البشري صراحه يطيح، ولكن الحمد لله كاملين بنا كنا خدامين يعني كيبقى. اليوم دوزنا امتحان علوم مهندس، صراحه جا مهم سهل على المواد الداخلين، ولكن كيبقى على العموم صعيب، واخا انهم صعبوا معنا في الفيزيك والمات، ولكن هادشي اللي عطى الله. طلبوا من الوزاره والاساسي اللي تسالوا معنا في التصحيح، حتى داكشي اللي عطاونا في المات والفيزيك صعيب بزاف. وزعما حنا هاد العام كنا اولين نقاط طالعين، ولكن فاش شفنا دوك الامتحان ديال المات والفيزيك لما طحنا المورال، وكنطلبوا منهم يتسهلوا في التصحيح، حتى خصنا نجيبوا النقاط ونشوف شي مدارس عاود اللي كنا باغين، باش هادشي ماشي معقول انك تقرا العام كامل وفي الاخر يجي ويحطوا لك امتحان صعيب، شي اسئله عمرهم ما قريناهم في المقرر، وهاد العام ينزلوا ماشي. زعما كنطلبوا منهم يتسهلوا معنا في التصحيح ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله يكونوا النتائج، ونتمنوا يكونوا مزيانين ان شاء الله. هذا كيتسمى امتحان جا صراحه هاد الاس اي جانا ساهل مقارنه بالامتحانات اللي فاتوا اللي كانوا فيزيك والماط، وهادو كانوا صراحه صعابين. كان شويه كان مشاو لديك الدروس اللي صعيبه ما كيتقراوش يعني ما كيتعطاش لهم واحد الاهميه بحال هذيك. بحق الاس اي الحمد لله كان ساهل، غير شي جوج اسئله ولا هذه اللي كانوا صعابين الحمد لله، وكنتمناو يتسهلوا معنا في التصحيح ويعاونونا وان شاء الله يكون خير. اذا السلام عليكم،
امتحان سيونز في المستوى، ولكن الفيزيك ما تعملوش معنا مره، عطاونا شي حاجه تاع من برا المقرر تاع مع المات بروبابيليتي تاع حد ما خرج في القسم ديالنا، وكندعيوهم الله هاد الاساتذه هادو. امتحان اليوم كان معوض حق البارح، كان فهمتيني المات طيحوا لنا صعيب، فيزيك طيحوا لنا صعيب، تعدوا علينا الله يا اخي. قلنا هذا اللي عاد الامتحان، شكرا بيبالي لك وصافي. السلام عليكم. لما جوزنا امتحان الاس في تي الصراحه كان عادي، احنا قرينا مزيان ومجهود ديالنا عملنا اللي قدرنا عليه وصافي، صراحه جوزنا مزيان، كلشي كان مزيان وكمل على الله وصافي. هادشي اللي كاين.